معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من صيدا مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك استاذ حسان. كيف تقرا اذا تخبط النظام في طهران في اتهام منفذي عمليات الاحواز، ولا سيما بعد ان زعمت طهران ان منفذي العمليه عبروا من كردستان العراق؟ نعم، بدايه لابد من الاشاره ان ايران كانت تتباهى بأن إيران مستقرة وأن محيطها من الدول العربية يعيش أزمات وصراعات وحروب داخلية وأنها لا زالت مستقرة ولا تعاني من أي مشاكل داخلية. ما جرى بالأمس في منطقة الأحواز يؤشر إلى أن الصراع قد انتقل فعلا إلى الداخل الإيراني، وأن على إيران أن تعيد النظر بسياساتها وأن تلتفت إلى أمنها الداخلي أكثر من اهتمامها بإثارة النزاعات والفتن في الدول العربية المجاورة. من ناحية أخرى، الاتهام الإيراني للدول العربية بأنها كانت رأس وأنها كانت داعمة لمن قام بهذا العمل المسلح هو اتهام غير منطقي، بل هي تحاول أن تخفي المشاكل الداخلية التي تعاني منها والأسباب الحقيقية التي دفعت شباب من الأحواز إلى انتشار السلاح واستعماله ضد الحرس الثوري الذي يمارس كافة أعمال التعذيب والقتل والاعتقال والاضطهاد بحق الشعب العربي في منطقة الأحداث. يعني البعض ربط هذا الهجوم بالتهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية وأن هذه الضربة يعني جاءت استباقا أمريكيا. ماذا بوسع إيران كي ترد على هذه الضربة إن يعني صدق هذا القول؟ طبعا إيران تملك أدوات في المنطقة، حزب الله في لبنان، الحشد الشعبي في العراق، الحوثيين في اليمن، وبعض المجموعات الصغيرة في عدة دول سواء كانت أوروبية أو أمريكا اللاتينية. ولكن تدرك إيران بعد أن أعلنت أنها هي التي تمسك بقيادة هذه المجموعات وأنها التي تديرها، فأصبحت مسؤولة عن أي ممارسة تقوم بها. فلو سلمنا جدا أن حزب الله في لبنان قام بأي عمل ضد أي مصالح أمريكية أو عربية، إيران متهمة مباشرة أنها تفاخر بأنها تدير هذه المنظمة وأنها تشرف عليها. وحسن نصر الله قال بأنه يمول بكل شيء من المواد الغذائية إلى الأسلحة من إيران. فإذا لا يمكن الفصل الآن بين هذه المجموعات وبين الإدارة المركزية في إيران، فكل هذه المجموعات هي جزء من الحرس الثوري الإيراني وتخضع له ولقيادته. فبالتالي أي تصرف إيراني خارج الحدود ضد أي مصالح عربية وأمريكية سوف ينعكس سلبا على إيران، سوف يزيد الضغط عليها وسوف يدفع الدول المتضررة وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وأوروبا إلى ممارسة دور مماثل من حيث. ولكن الميليشيات يعني متغلغلة في المنطقة خصوصا في العراق، هل من الممكن أن تشعل أمريكا النار في العراق بعد هذه العملية من أجل تصفية الميليشيات الإيرانية داخل العراق؟ الميليشيات المدعومة من إيران في العراق الآن تعاني أزمة الانقسام الداخلي فيما بينها من الصراع على السلطة، زائد أن ما جرى في البصرة أكد أن الشعب والبيئة التي كانت تحفظ من هذه الميليشيات أصبحت تعيد النظر بمواقفها وبتأييدها وباحتضانها، لأنها أصبحت تعاني من الفقر، من انقطاع الكهرباء، من قلة الخدمات وانعدامها، من البطالة، هناك أمور كثيرة والفساد على رأس هذه الأمور. فالبيئة الحاضنة لهذه المجموعات أصبحت تتقلص وأصبحت تعيد النظر بموقفها، فبالتالي أي تحرك مسلح سوف تقوم به هذه المجموعات ضد مصالح أمريكية أو عربية سوف ينعكس عليها سلبا وسوف يؤزم علاقاتها حتى مع بيئتها التي لم تعد مستعدة للتضحية بشبابها من أجل المصالح الإيرانية في المنطقة، خاصة أن مظاهرات البصرة كانت تهدف ضد إيران وقادتها ولم تهدف ضد العراق، قادة العراق ومؤسساتها. كيف تقرأ أستاذ حسان التصرف الدبلوماسي الإيراني؟ يعني كيف تفسر استدعاء إيران دبلوماسيين أوروبيين بعد هذا الهجوم؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك التصرف إلى تصعيد المشهد؟ أستاذ حسان القطب هل أنت معنا؟ عموما نشكرك. نعم، أنا معك. تسمعني؟ أنا الآن أسمعك. نعم، قلت لك كيف تصف التصرف الدبلوماسي الإيراني باستدعاء الدبلوماسيين الأوروبيين على خلفية هذا الهجوم؟ هذا التصرف كان باب استكمال المشهد أن هناك تدخلا خارجيا، إيران تريد أن تؤكد لجمهورها أولا أنها في حالة استقرار وأن هناك انسجام
بين مجموعات الشعب ومكونات الشعب الايراني المتعدده، العرب والاكراد والبلوش والترك والفرس. فهذا المشهد من حيث الاستدعاء او الاتهام هو لاظهار ان هناك تدخلا خارجيا شعبيا، وان الغرب وبعض الدول العربيه تؤسس لانتفاضه في ايران او لتسريب او تأييد بعض المجموعات المسلحه. هذا المشهد لن يترك اثرا ايجابيا يفيد ايران. المشكله في الداخل الايراني مشكله اقتصاديه، هي مشكله اجتماعيه، هي مشكله سلطه متسلطه ونظام قمعي لابد ان يواجه من خلال تحركات شعبيه، سواء كانت قوميه او حتى عرقيه او حتى على مستوى الشعب الايراني برمته، لان الازمه الايرانيه الان مقاف الداخل الايراني، الازمه الاقتصاديه فاقمه، والجمهور الايراني والشعب الايراني يعاني من ازمات ويرى بام العين اموالهم تنفق في الخارج في قطاعات لا علاقه له بها ولا تفيده مطلقا، والازمه الى اشتداد مع ازدياد العقوبات التي يفترض ان تبدا بوتيره متصاعده مع بدايه شهر نوفمبر او تشرين الثاني المقبل. شكرا جزيلا لك من صيدا مدير مركز لبنان للابحاث والاستشارات سيد حسان القطب.